السلام عليكم ورحمة الله، معكم سي أو سيراي. وقبل ما يبدأ سيزن ثامن، حلقة التحريات وصلت. بنحاول إن نكشف كثير أشياء عن سيزن ثامن. عندي أخبار وتسريبات مرة قوية عن اللي بيصير. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة يعني. وقبل ما نبدأ، لا تنسوا زر اللايك ثانية واحدة رح تدعم فيها القناة، ولو حبيت نونا بالشراكة وتفعيل الجرس. وخليكم مع المقطع. من يومين تقريبا نشرت بوست على اليوتيوب، وما شاء الله جاء تفاعل مره كبير على المنشور، اكثر من 1000 كومنت، كل واحد حط تحرياته وتعليقه. شكرا. المنشور سالتكم فيه تحرياتكم او توقعاتكم للسيزون الجاي، وكان في تعليقات مره قويه كان لازم اطلعها في المقطع. ونشوف اول تحري من ام دي، واللي عجبني هنا انه قال شيء ان سكن ملك النار اللي هو سجين يبي يحرق الماب، وملك الجليد يبي يجمد الماب. ثلج زائد نار يساوي ماء. ديم، اوكي، فيها فكره قويه هنا، مره فكره قويه. وقال كمان ان في تلميحات مائيه كثيره، من بينها سكن السمك والغواصين. وكمان قال ان في الباتل باس الحالي في سبراي لسمكه، وفي بنر الاخطبوط اللي هو اخر بنر في السيزن، في احتمال ان الطرفين، المهم يعني يقصد انه بيكون في الاخير جزء مائي في الخريطه. تحري مره جميل. ومعنا كمان تحري ثاني من جاي اتسلى، ما اعرف شو الاسم الغريب هذا، بس المهم ان التحري قال فيه انا اشوف ان الزلازل راح تفصل الاراضي عن بعضها وتطلع مناطق بحريه جديده، وبما ان الطائرات راح تنحذف اكيد لازم يجيبوا شيء بدالها. واحنا شفنا انه بصوره تشويقيه الاولى في يد قرصان، وهذا يعني انه راح يكون السيزون يتمحور تقريبا حوالي القراصنه، والقراصنه وين يعيشوا وكيف يتنقلوا. صراحه إن هنا كمان كان تحري حلو، اتوقع بيكون في قراصنه في السيزون، والحين بقول لكم ليش. المهم نروح للتحري اللي بعده، واللي من اقرب ما ادري ايش، ممكن يجي بندريتا ويبلع الماب. طيب ما اقدر اقول لكم ان هالشيء بيصير، بس في احتمال يعني اي شيء ممكن يصير عادي. طيب التحري اللي بعده من كاريتو، بما ان في زلازل وشقوق في الارض احتمال 50% راح يتقسم الماب الى جزر، ويكون في بركان في منطقه ويلينج وودز، لان في تحديات يوم الحب طلعت لنا صوره السكن المخفي وهو يسترجع قوته في ذيك المنطقه. بما ان في بركان من جهه وجليد من جهه ثانيه، ونزل في الايتم شوب سكن الغواص، فاكيد بيكون في منطقه مائيه كبيره وسط الماب. شيء مره ذكي. واخر شيء حط لك كود المتجر سيو، يعني التعليق هذا خلاص فول اوبشن، كل واحد حط تعليقه. شكرا، تحريات قويه صراحه. اظن اخذنا فكره منكم عن اللي بيصير. اكثر التعليقات تقول انه بيكون في منطقه مائيه وقراصنه وحرب بين ملك النار وملك الجليد، وبيكون في موز. الحين بشرح لكم كل شيء تسرب عن سيزون ثامن. بدايه من موقع ريدت، كل ما واحد سال مطورين اللعبه عن سيزون ثامن كان اجابتهم او ردهم هو الموز. وهالشيء اعطاني تلميح ان سيزون ثامن كان بيكون عباره عن غابات وجزر او شيء كذا، طبعا قراصنه، لان الموز له علاقه قويه بالقراصنه والجزر، فنقدر نقول ان اخذنا منهم تلميح. وقبل ما يبدا سيزون باربع ايام، يعني قبل يومين بالضبط، نزلت الصوره التشويقيه لسيزون ثامن، واللي كانت عباره عن مخلب او يد قرصان. يعني اظننا خلاص عرفنا واكدنا تقريبا انه بيكون في قراصنه. ومع الصوره التشويقيه الاولى، اللعبه كتبت الاكس يحدد المنطقه، كنز حولها، اللوت الذي ضاع دائما يمكن ايجاده، اربع ايام للسيزون ثامن. والله اني تحمست. واظن اول سؤال شو هو علامه الاكس، واللي طبعا كثير لاعبين اكتشفوه بس يمكن تكون صدفه. المهم انهم لقوا علامه اكس على وحده من زوايا الخريطه مثل ما تشوفوا، في يمكن يكون المكان اللي يجي من القراصنه. طيب نكمل. وفي اليوم الثاني نزلت صوره تشويقيه ثانيه، واللي كانت بشكل واضح تشبه التنين اللي كان موجود في البيضه. تذكروا بيضه التنين اكيد، وعشان اكد لكم انهم يقصدون بهالصوره بيضه التنين، في واحد من عاملي ايبك جيمز علق على الصوره وحط ايموجي البيض. ما اظن انه يقصد ان سيزون 8 بيكون بيض، اظن انه يقصد ان الصوره هذه لها علاقه بالتنانين واللي كانت موجوده واختفت. واللعبه كتبت تحت الصوره شيء يومض، يعني يولع ويطلع اضواء. المهم شيء يومض بجانب الكهف، ولكن احذر من هؤلاء الذين ياتون مع الامواج. طيب قالوا شيء يومض وبجانب الكهف، اكيد بيض التنانين، لانهم كانوا في كهف واضحه، يعني بيجي تنين وبيحرق ام الماب. لا مو لهالدرجه يعني، بس بيكون في تنانين او شيء له علاقه فيهم. وفي تلميح ثاني اظن تعرفوه، وهي السكنات اللي نزلت في المتجر من فتره ورجعوها اليوم. واذا تلاحظوا في صوره تنين على لبسهم اثنينهم، والتنين مرسوم على شكل الحرف 8، اقصد الرقم 8، واضحه يعني. انا ما بتكلم. والقراصنه خلاص اكدنا عليهم، فوق مكتوب انهم راح يجوا مع الامواج، فعاد اكيد بيكون باتل باس سيزون ثامن ميكس بين القراصنه مع وحوش ما او شيء كذا. طيب نكمل تحرياتنا، ومعنا تسريب مره قوي لكل الصور التشويقيه. سكر عينك لو ما تدري انحرق عليك، الصوره مو مؤكده، بس هذه هي مثل ما تشوفه، وجايه على شكل قرصان، طاقيه قرصان ووجه جمجمه. وحاليا في الوقت اللي انا اسوي في المقطع نزلت صورتين بس اللي هم الاثنين اللي فوق، فما ندري ممكن تكون هذه هي باقي الصور.
بالنسبة للمنطقة المائية اللي زعجتوني فيها، بصراحة أنا مو شايف مكان أفضل من دستي عشان يكون مكان المنطقة المائية هذه. بيكون بالضبط بين منطقة الجليد اللي في الزاوية اليسار تحت ومنطقة النار اللي غالبا بتكون في الزاوية اليمين فوق. وفي تلميحات كثير كثير نزلت عن أن بيكون في منطقة مائية، لأن في سكنات مائية، بنرات، صور، وحتى الخريطة نفسها فيها غواصات وأشكال حيوانات بحرية. ونروح لآخر تحري معنا والخاص بمدينة تلتد. إشاعات إن المدينة راح تنفجر ويشيلوها من اللعبة. طبعا من السيزن الرابع من النيازك والكل يقول ان تلتد راح تنفجر، وللحين ما صار شيء. بس هالمرة لو تلاحظوا بتشوف ان خريطة ذا بلوك على شكل دبابة موجهة على تلتد على طول، يمكن صدفة ويمكن تكون علامة. وسكنات الروبوت اللي نزلت من يومين، الفاس تبعهم كان عبارة عن قرمات او لوحات، وكان مكتوب على واحدة منهم تلتد وعليها علامة اكس، فاحتمال كبير ان الخريطة تنشال. هذه هي تحريات السيزن الثامن، بتشوفوني مرة ثانية مع بداية السيزن اللي بيكون يوم الخميس. طبعا الكل بيكون عنده باتل باس هالمرة، لذا لو تشوف شرح تحديات الأسبوعية فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان ما تفوت مقطع. ولو حاب تدعمني، فأكبر دعم تسويه هو انك تحط كود المتجر سيو، وحتى لو ما تشتري شيء حطيت الكود ألف شكر لانك قتلتني. الكود سهل، سيو SEO. واشوفكم في السيزن الثامن يوم الخميس ان شاء الله، ومع السلامة.